افضل لاعب الدوري الممتاز. عبد المجيد. لا اريد لاعب محلي. محلي؟ اي لان عندي على سؤال على المحترف. على عبد الزهره. على عبد الزهره. افضل من لعبته بجواره. والله ما وعي. يعني مو شرط لاعب وسط. بجواره معناها لاعب بفريقك. يعني تقدر تختار حارس، تقدر تختار مهاجم، تقدر تختار مدافع براحتك. احمد فاضل. احمد فاضل تحياتنا له. افضل لاعب بمركزك في العراق. حاليا. محترف لعراقي. عراقي بمركزك. سعد. سعد عبد الامير. سعد عبد الامير. افضل محترف بالدوري. فهد اليوسف وعبد المجيد. نفس الجواب انت مجاوب نفس الاجوبه. لا لا. جيد بالحراس غير. افضل حارس مرمى في العراق. جلال. جلال حسن. شكرا جزيلا علي. شكرا.